طبعا كان في قرار لجنة الأندية اللي حضره السيد عصام الأمير، كان في اتفاق النهارده المفروض أصحاب القنوات الخاصة مع رئيس اتحاد إذاعة التلفزيون مع الأندية السبعة، هيكون في اجتماع النهارده هنا. السيد عصام الأمير كلمني، هم طلبوا مهلة فخدوا مهلة لغاية بكرة الساعة 5، في اجتماع هيكون في اتحاد الكرة إن شاء الله بعد لقائنا مع السيد وزير الداخلية. لكن أنا بأكده إن التلفزيون المصري لن يضمن قناة فضائية خاصة. كلام واضح. العلاقة هتبقى مباشرة. حضرتك النهار عايز تشتري من 7 أندية، يبقى منك ليه؟ الضامن نفس الضمانات اللي احنا خدناها على الشركة اللي اشترت من 13، هتبقى نفس الضمانات. التلفزيون المصري راعي وليس طرف في هذا التعاقد. ده كلام احنا اتفقنا عليه. وبكره ان شاء الله باذن الله القنوات الخاصه جات اهلا وسهلا، ما جاتش اعتقد السيد عصام الامير هيطلع بيان هيكون مفاجاه، واخد بالك، لهذه القنوات، لان عصام الامير راجل مسؤول في الدوله ما اعرفش يهزر. حضرتك عايز تتعاقد مع 7 الانديه اتفضل، ده حقك، بس التلفزيون مش طرف. النهارده برضو بوجه كلامي مش لمجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي كل احترام وتقدير، بوجه كلامي للجمعيه العموميه للنادي الاهلي. هل يليق بينكم ضباط جيش ان جيش مصر امبارح يتشتم نص ساعه جوه النادي الاهلي، نادي الوطنيه، في حضور اعضاء مجلس اداره؟ ما اعتقدش ان حد يقبل بالكلام ده، ما اعتقدش ان الجماعه تقبل الكلام ده. المستشار مرتضى منصور رئيس لجنة الأندية، رئيس نادي الزمالك، طموحات وأحلام وقرارات كانت موجودة في اجتماع لجنة الأندية، وأن الدوري سوف يذاع على القنوات المصرية وعلى التلفزيون الحكومي، لكن كان من المقرر أن يبقى في اجتماع النهاردة، لم يتم عقد هذا الاجتماع. حضرتك فاجئت وسائل الإعلام أن الاجتماع هيكون لبكرة. أي حد من المشاهدين هيسمع الكلام ده هيحس أن حصل تعثر في المفاوضات، فعاوزين نعرف الكواليس، الكواليس اللي حصل في التصرف. أنا مش طرف خالص، أنا يميني كل قناة المصرية الوطنية، سي بي سي، النهار، الحياة، دريم، أون تي في، تذيع، خلاص. لكن أنا مش قضية أجيب واحد غصب عنه. اللي دعا عصام الأمير واللي أجل عصام الأمير، فأنا مش طرف في القضية أصلا. في مكالمة هاتفية جمعيتك بسيد عصام الأمير، لمست إن هو يعني لمست إن هو حزين، ومديهم مهلة بكرة لغاية الساعة 5 لما جوش هو هيطلع بيان شديد اللهجة، لا هيبقى ضامن ولا هيبقى راعي. أنا بتمنى النادي الأهلي، ده قائد، بتاني بقول قائد النادي الأهلي، مش دعوة مجلس إدارته، قائد، ولما يقود لجنه الانديه ده وضع طبيعي، ما عنديش مشكله. وانا عرضت في الاجتماع، اول اجتماع، ان يقود لجنه الانديه النادي الاهلي. اعتذر السيد محمود طاهر وقال لا انا بذكر الاستاذ مرتضى، ما عندناش مشكله. يا بيه المشكله تاني بقول في العصابات المسلحه اللي دخلت النادي الاهلي امبارح وقدام مجلس اداره شتمت جيش بلدها. افترض انه خد 40 مليون مثلا، تمام؟ ما هو السنه اللي فاتت كان واخد 40 مليون، لكن انا بالنسبه لي كنت واخد 3 مليون مثلا، لما بقى 30 يبقى انا 10 ضربته في 10، تمام؟ يعني انا بشوفها من وجهه نظري، يعني الاهلي النهارده شايف مثلا وجهه نظره انه زاد عن الزمالك 10 مليون، بس هو زاد عن الزمالك السنه اللي فاتت 37 مليون، واخد بالك؟ فرق كبير. بس اخيرا اجنده الاجتماع بتاع الغد مع سيد وزير الداخليه، حضور الجماهير، بطاقه الجماهير، اعداد الجماهير، شكل الدوري، مباراه السوبر، مباراه تونس.